الان هذا الجريب فروت فيه املاح معدنيه، وفي حمض سيتريك والحمضيات العضويه مثل الحمض المالك، في مضادات للاكسده، وفي الليمونين، ماده الليمونين مانعه للمسار السرطان، شوف مانعه للسرطان، مسويه للهرمونات عند النساء. غريب يعني، هذا البومبلوموس. يعني نعم البومبلوموس هذا يعني هذا هما كيشوفوه علي بومبلوموس كاين فيه البيض والاحمر. نعم بحال بحال ما عادش مشكل، غير زايد الاحمر زايده فيه شويه الليمونين بالنسبه للبومبلوموس البيض. نعم كيلاحظوا على ان القشره ديالو غليظه، القشره ديالو فيها مواد طياره، فيها ايسونس. نعم فيها مواد طياره، هذه اللي ملي كتشوف هذه القشره ديالو كيخرج منها واحد ليسونس. نعم هذيك معناها مواد مطهره قاتله للجراثيم، بما في ذلك جرثوم حمى التيفويد واستافيلوكوكسات الكوكساي والاشياء الاخرى. هذه نعم، نعم قاتله، مواد قاتله للجراثيم. هذه القشره فيها فيتوستروجينات اكثر من الفيتوستروجينات الموجوده في الصويا والموجوده في حبوب الكتان الموجوده في حب الرشح والحلبه. فيها فيتوستروجينات بكثره، ولكن النساء دائما كيمشيو لذوك النصائح اللي جايين في الفضائيات ان الصويا وان البروكولي وان الجرجير وان هذه الاشياء. هذه قشره البومبلوموس، لا نتكلم عن بومبلوموس، قشره البومبلوموس هي فيها كميه الفيتوستروجينات وكميات الالياف الغذائيه لا توجد في فواكه اخرى، لا توجد في فواكه اخرى، لان كميه البيكتين هي اعلى ما يمكن في الـ في الـ في الـ في الجريب فروت، يعني في هذا البومبلوموس. والفيتامين سي هو الحامض، هو الاول بالمقارنه مع البرتقال. البومبلوموس في 1.5 حتى ل 2 ضعف تقريبا، ضعف الكميه الموجوده في الحامض. بمعنى الى خذ الناس الشخص، وانا نبغي المغربي، الانسان المغربي نبغيه ياكل حبه بومبلوموس الصباح وحبه في المساء، اثنين. علاش؟ لان هذا الجريف راوت هو حجمه كبير، كبر من النافيل. نعم حجم كبير. انا شخصيا كنشريه بالصندوق، ما كنشريهش بالكيلو، كنشري البومبلوموس بالصندوق، وكنشري الهنديه بالصندوق، وكنشري التين الاسود بالصندوق. شيء كنشريها كثيره، كنشريها يعني لولادي ولداري كنشريها بكثره. لماذا؟ منتوج وطني، وانا كنعرف الخصائص ديالو، وجميع المنتوجات الموسميه، هو الجريف راوت موسمي، كيكون في شهر 4 و5، كيكون شهر 4 و5 هذا يعني البومبلوموس. ربما يبقى في السنه ما ماشي مشكل، لانه لا عندنا التخزين تحت البروده، ربما يلقاه الناس في يعني في اوقات اخرى جيد، يعني لا لقاه جيد يعني هذا. فهذا لماذا لا نستفيد من هذا المنتوج؟ نكمل هذه، شوف المواد القويه يعني. نعم سكريات طبعا، شكون اللي حتى السكريات الموجوده في الليمون في هذا في لا تضر اصحاب السكري. جيد لا تضر اصحاب السكري. هذا الجريفراوت بامبلوموس الناس كيعصروه وكيرميوه هذيك القشره، خساره كبيره، خساره كبيره، لان القشره فيها الالياف الغذائيه وفيها الفيتوستروجينات وفيها المضادات للاكسده، هي مهمه جدا هذه القشره. فلماذا لا يطحنوا هذه الفاكهه كلها عصير وحده، غير وحده، لان هي كبيره الحجم. نعم يعني وحده كتعطي كاس ديال العصير، وحده حبه وحده، النكهه ديالو يطحنوها، يطحنوا كل شيء، يطحنوها كلها. نعم وياكلوها بالملعقه، يطحنوها وياكلوها بالملعقه، غادي تعطي شكل بحال الحساء، غادي تولي جيده وياكلوها. نعم مثل هذا، فهذا الجهاز الهضمي وامراض القلب والشرايين، الحصافي المراره، الهرمونات، يعني هذه تسوي الهرمونات جيد. الانزيمات هو اغنى فاكهه في الانزيمات، ماشي البابايا، هو البامبلموس والجريف فروت. نعم في انزيمات يعني هاضمه ما شاء الله. ثم المكونات الاخرى مثل الكالسيوم فوسفور، ومثل الكالسيوم فوسفور وبوتاسيوم، هما اللي الان عليهم الحديث هذا. نعم هذو موجودين. الفيتامين سي كيكون مع شيء من الحمض الفوليك وشويه حمض فيتامين بي، مكونات نعم الحمض الفيتامين بي، وحمض والفيتامين اي. نعم يعني الفيتامين اي كذلك. هذه الاشياء المعروف في البرتقال، في الحواميد، معروفين ان فيه مونغانيز، مادة نعم المونغانوس مع النحاس، يعني كيهدؤوا. نعم مونغانوس مع النحاس، مونغانوس هو للجهاز العصبي والجهاز العضلي، لان يعني العضلات كذلك تعمل، العضلات الحمراء نعم تعمل بالمونغانيز. المونغانوس يحفز الانزيمات التي تاخذ الطاقه، ويحفز كذلك النورو ترانسميترز، يعني كشيء اللي هو جيد يعني الناس اللي كيركزوا خصهم مونغانوس، والرياضيين خصهم مونغانوس. هنا وصلت الرياضة. نعم وهذا هو المهم. لماذا ينصح الأطباء المغاربة بالموز؟ نعم ولا ينصحون بالتين الشوكي وبالبومبلوموس، يعني بهذا وتصور دكتور نخلطوا البومبلوموس كعصير مع التين الشوكي، جاي هائل، لا يوجد في أي بلد، لا يوجد في أي بلد المغرب. لأن النصيحة ديال الرياضيين للأطباء علاش كينصحوا بالموز؟ نعم لأن الطب هو في الغرب ما عندهمش الحوامض،
وما عندهمش التين الشوكي باش الاخوان الاطباء يعرفوا هذه القضيه. طبعا طبيب في باريس وفي فرانكفورت من المستحيل ينصح بالتين الشوكي، من المستحيل، لا يعلمه لا يعرفه. فالابحاث التي اجريت على وجود البوتاسيوم في الفواكه اجريت على الموز، لان الموز موجود بكثره فعاليا، فرنسا هي تستورده من لاغويان، هي تستورده من دول الألب. فهذا هذه النصيحه بقات ثابته، البوتاسيوم متداوله، اللي كيلعبوا التنس واللي كيلعبوا المباراه واللي كيلعبوا الرياضه كياكلوا الموز. اما في الحقيقه، في الحقيقه هو التمر تمور، نعم، اللي خاصها تعطى للرياضيين بعد بعد ما يجريوا هذا الجهد ديالهم، خاصهم تعطاهم التمور والماء المعدني، وخاص يعطاهم عصير هذا البومبلوموس، عصير الجري فراوت هذا الليمون الهندي، وتعطاهم عصير التين الشوكي الهنديه في الوقت، لان التين الشوكي ما كيكونش طول السنه، الموز تيكون على مدار السنه، ولكن التين الشوكي عنده واحد الموسم، والموسم اللي كيكون فيه التين الشوكي هو اللي كيتمحنوا فيه الرياضيين، يكون الحال سخون، خصهم الماء والاملاح المعدنيه. البومبلوموس كيكون عاوتاني غير في واحد الوقت، بومبلوموس او كيكون موسمي فعليا. حامد كنشوفوا تقريبا طول السنه. نعطيو للرياضيين ديالنا البومبلوموس في شهر 4 و5 و6، ونعطيهم التين الشوكي في شهر 7 و8، وان شاء الله 9، ويبقى في عيد عمران التين في الشوكي في عيد عمران كيبقى حتى شهر 11. مع الاسف، لان هذه اشياء اجريت عليها ابحاث الان، ولا يقارن الموز مع الجري فراوت مع هذا البومبلوموس، لا يقارن، لا مجال للمقارنه يعني. والناس يشكرون الان الموز عليا، لان استهلاك ديالي للموز ضعيف، النصيحه يعني قديمه جدا. فهذه الاشياء هي اشياء قويه وحيه. دكتور الا سمحتي غادي نقاطعك، لان طلنا المكالمه غادي نحروها. الو، السلام عليكم. عليكم السلام. الاسم الكريم؟ توفيق من مدينة أكادير. أهلا سي توفيق من مدينة أكادير، تفضل. أولا بعد تحية لك وتحية للأستاذ الشهيد، ونشكركم على هذا البرنامج. الله يبارك فيك، شكرا. عندي سؤال، بما أن الموضوع هو الحمل. نعم. عندي سؤال أستاذ الشهيد، أنا طالب شخصيا يعني عدة مرات كنصاب بالحلقم. نعم. الناس كينصحوني شحال من مرة بالحمل. نعم. نعرف واش كاين فوائد ديال 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 الحامض على الحلاقم. نعم. واش كاين شي مواد طبيعيه نقدر نستعملها يعني باش ما نتصابش ولا صابيت يعني، حيت ديما كنستعمل لي زونتي بيوتيك بزاف. نعم. كنتصاب تقريبا كل مره، كل شهر كنتصاب بالحلاقم. نعم. وكاين سؤال اخر الا سمحتي بيان خارج الموضوع، هو فيما يخص بعض الاعشاب اللي كتستعمل بشكل كبير يعني في العلاج، مثلا نعطي واحد ربع الاعشاب، مثلا من الريوت الكوية الثانية للويفيرا، بغيت نسول الدكتور بما انه هو اختصاصي في التغذية وفي الشيء ديال النباتات، الى كاين ابحاث كتبين السلبيات والايجابيات ديال هذه المواد واش ممكن تستعملوها في العلاج. ومسألة اخيرة الله يحفظك، هو دكتور الفايد واش عنده شي يعني شي منتدى او لا شي وسيلة باش اننا نسولوه الى كان عندنا شي سؤال مستعجل او لا شي حاجة. الله يخليك وشكرا. تفضل. نعم، اذا شكرا سي توفيق لمشاركتك معنا. طبعا هذا من مرتدي صفحه الفيسبوك، هو طالب وكما قال لك هو تيتصاب دائما يعني بهذا اللوزتين، التهاب اللوزتين. احنا كنسمعوا دائما دكتور بان الناس كدير الحامض والعسل، وربما ان الحامض هو مضاد للالتهاب، ربما دكتور انت غادي تشرح لنا هذه النقطة. هذا الغرغرة. نعم. يا غرغر الحلقم كيكونوا خارجين، كيكونوا باينين، كيكون واحد تعفن، ربما يكون تعفن عليا الحلقم، مش فيروس ولا بكتيريا. نعم. اذا كان ستريبتوكوكوس. نعم. بايوجينيس. نعم. ماشي هو الفيروس يعني، هذا عليا الطبيب كيعرف وقتاش كيكون التهاب فيروسي وقتاش كيكون التهاب بكتيريا. نعم. اغلب هذا الحالات هي بكتيريا، هي الستريبتوكوكساي. هذه العفونه المحليه ممكن الشخص يعمل غرغره بعصير الحامض. نعم. نعم. غرغره بعصير الحامض، غرغره بجميع النباتات يعني، كانوا يعني اي شيء حامض، اي شيء. لماذا؟ لان هذه الحموضه كتجمع هذيك اللوزتين، كتطهرهم، كتنظفهم، وكتجمعهم، كيتجمعوا. نعم. هذا هو يعني حادث يعني محلي، حادث فيزيائي فقط يعني. اما الجرثوم فهو داخل، فالجرثوم لما يصل الى الدم طبعا تصعد الحراره والبكتيريما بكتيريمي، وهذا اللي كان سيبتيسيمي من قبل كنا كنقولوا سيبتيسيمي، الان تنقولوا بكتيريمي. نعم. فهذا الحادث هو ملي كتصعد الحراره، كيلاحظوا الناس على كتصعد الحراره الجسم كيولي منهك يعني، الشخص خصو ياخذ اولا اشياء تخفض الحراره ثم اشياء مضاد حيوي.
المشكل ليس في المضاد الحيوي، خاصه ياخذ المضاد الحيوي، لان هذا الجرثوم المضاد الحيوي يقضي عليه. المشكل كاين في المناعه، لان الا كانت المناعه مرتفعه الشخص غادي ياخذ المضاد الحيوي لمده مره واحده، غادي ياخذه مره واحده لمده اسبوع ولا 10 ايام، الطبيب كيعطي 10 ايام. لكن اذا كانت المناعه منخفضه الشخص غادي يبقى ياخذ 4 أو 5 مرات في السنه، يبقاو يجيو الحلقم يعني دائما، يعني هذا التهاب اللوزتين. فهاد الناس اللي عندهم هذا التهاب اللوزتين خاص الاكل ديالهم يكون طبيعي 100%، خاص المناعه تكون طالعه، تكون مرتفعه جدا، خاصهم ما يستهلكوش مواد صناعيه، ما يستهلكوش حلويات مقليه، ما ياكلوش فاست فود، ما ياكلوش في الازقه، خاص يكون الاكل طبيعي بزيت الزيتون، خاصهم ياكلوا اشياء نظيفه جدا. الطلبه غالبا كيخطئوا. نعم، في هذه الحاله هذه المضاد الحيوي غادي يعطي المفعول ديالو، ويعني الشخص ما غاديش، ومن بعد غادي يعرف الشخص، غادي يعرف المناعه ما هي، شنو المناعه، غادي يعرف بان اي تعفن المناعه ملي كتنخفض، اي تعفن ممكن يحدث، يعني ممكن تعفن في الانف، تعفن في الفم، تقرحات على مستوى الشفات، في الاذن، على اي شيء، طفحات بعض المرات تكون واحد طفحات حمراء في الوجه، هذو كيجيو من ستريس، من العياء، من ولا يعني يعني المناعه لما تنخفض. لا، الحامض جيد للجلد، نعم، وينظف. نعم، ينظف فقط، ينظف فقط، صافي، ينظف الجلد. لماذا؟ لان جميع الاشياء الحامضه هي تنظف، مش لان النساء كلهم كيقلبوا على بياض الوجه. نعم، وهذا هو المشكل. الكوزميتيك حتى في الغرب نعم. الكوزميتيك هو هادي عالميا، ماشي غير في المغرب. نعود لهذا الجريفروت، هذا البومبلوموس. الاملاح المعدنيه هي من المانغانوس، ليس المغنيسيوم والكالسيوم والفوسفور، هذه مشكل المانغانوس والنحاس، هذا مهم. نعم نعم، وفي شيء قليل من املاح اخرى مثل الكوبالت والسيليس، وهذه هي الاشياء التي لا توجد في النباتات الاخرى. فشوف هذا المعدن، هذا المعدن الذهبي اللي عندنا في المغرب. نعم، هذه الفاكهه الذهبيه، ولكن قليله، ولكن قلت بانها تصدر يعني. نعم، ولكن ما لا، المغاربه عليه، المغاربه اللي دخلت الثقافه الغذائيه ديالهم راه غنشريوه، طبعا هو قليل في السوق، يعني غالبا كيكون الحامض اكثر. المنتجين اللي جابوا شاحنه ولا شاحنتين للمدينه المغربيه اكيد غادي، المغاربه ما كيستهلكوش بومبلو، غيضيعوا المنتج. نعم، غيضيع. نعم نعم، نصدروا كما قلت لك، الا شاطرت انه مستهلك لازم نصدروا ان شاء الله. ولكن الا استهلكوا المغاربه هذه المنتوجات هذه، فنحن اولى. أكيد. اظن نحن اولى. نعم، لماذا لا نستفيد من خصائص هذه، ولماذا لا نخفض من نسبه السرطان؟ نعم، نخفضوا من نسبه السرطان، نخفضوا من الناس اللي كيحيدوا يزولوا المراره. نعم، من حصى المراره، نخفضوا من الاشخاص اللي عندهم مشكل على مستوى الجهاز الهضمي. نعم، ونخفضوا من بالنسبه للاطفال. نعم، لان البومبلوموس لو الامهات بداو تعطي. نعم نعم، للاطفال مقوي المناعه. نعم، كيسخن الاطفال وكيخلي الاطفال يكون الطفل يكون نشيط. علاش؟ لان الفيتامين سي كيعطي تونيس. نعم، فعليا ملي كيكون الشخص يحضر مثلا امتحان. نعم، يهيئ امتحان طلبه ولا التلاميذ ولا يهيئ امتحان، يعطيه وحده بومبلوموسه، وحده حبه وحده بومبلوموس في الليل. نعم، ملي يكون يحضر الامتحان وحده كافيه جدا. حيت الاطفال دكتور كيعجبهم العصير، ما خصنا نعصرو. اذا اللي سمحتي غادي نحرر مكالمه على الخط. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. الاسم الكريم؟ سناء من الدار البيضاء. اهلا الاخت سناء من مدينه الدار البيضاء، تفضل. اييه، الله يبارك فيك. تحيه لك الاستاذه لطيفه، وتحيه كبيره للاستاذ ديالنا محمد الفيض. مرحبا. كنشكركم على هذا البرنامج، وراه كنستافدوا بزاف، كنعرفوا نتبعوا التغذيه وناخذوا كل حاجه بالخصائص ديالها والمميزات. الحمد لله. تفضلي تفضلي سناء. انا فعلا كما قال الاستاذ، عندنا حنا جائعات دابا، بحال ولات موضه، نيت كناخذوا واحد الفاكهه اللي كانت شحال هذه، وكنقولوا دابا راه ولات دواء، ولات شي حاجه، ولات شي عشبه سحريه، ولات كداوي هذه، وهذه مفيده بحال الحامض، مبيض للوجه، مبيض للاسنان، ما بقيناش كنعرفوا نيت الفوائد ديالو الحقيقيه زعما اللي. نعم نعم، جيد. ولات بزاف هاد الاشاعات هادو، ما بقيناش نعرفوا، ولا كل واحد دابا هذه مزيانه سميتو الحامض كيبيض الاسنان، كيبيض الوجه، ولينا نتخلوا بزاف. نعم، الوصفات الطبيعيه. وبغيت نسول عفاك الاستاذ على واش سميتو البومبليموس هو الزنبوع اللي كنقولوا اللي حنا بالدارجه الزنبوع، ولا كاين؟ لا لا، ماشي البرتقال المر، لا لا، ماشي زنبوع، لا، البومبليموس كيتكال هذاك، ماشي الليمون اللي كتلقاي في الشوارع اللي ما كياكلوش الناس، وحتى هذاك مهم. الزنبوع ما مزيانش، هو ما كيتكالش. نعم، لان ما عارفينش الناس الاهميه، حتى هو كيتكال، غير الناس ما كياكلوش، لان المذاق ديالو شويه مر. نعم، مر. نعم،
والله يخليك استاذ، بغيت نعرف على الحمض، هل دابا العصير ديال الحمض واش ممكن اي شخص زعما بحال اللي مريض بالقلب ولا الامعاء ياخذوا، واش زعما واش اي شخص ممكن اللي ياخذوا؟ نعم جزاك الله خير. شكرا سناء. طبعا هذه هي الاسئله اللي طبعا وردتني عبر الفيسبوك. نبهتنا واحد الشيء مهم هو الناس اللي عندهم تقرح المعده، اللي عندهم تقرحات على مستوى المعده، الاشياء الحامضه كلها ممنوعين منها، لان هذه الحموضه غدا شويه تضرهم. عندهم قرحه المعده من احسن الاشياء الحامضه يتفدوى. نعم يتفدوى، ولكن التقرحات على مستوى القولون لا، هي جيد يعني الاشياء الحامضه ما كتضرش القولون لان ما كتوصلش ليه. ليش؟ لان المعي الدقيق عنده بي اتش 8.2، جميع الاشياء الحامضه هي لا تمر من يعني. وسبحان الله، شوف الاطباء الان لحد الحادث ديال الاسيدوزيس، هذه تحمض الدم. جميع الاشياء دابا القاعديه اللي عندها بي اتش 7.6.8 و7.2 هي تسبب حموضه الدم، هي تحمض الدم. سبحان الله، هي اللحوم والالبان والسكريات. جميع الاشياء اللي عندها مذاق حامض هي تزيل حموضه الدم، يعني عكس تماما. يعني هذا الجراي فروت، يعني هذا البومبلوموس، هذا يزيل حموضه الدم. الاشخاص اللي عندهم اسيدوزيس يزيل حموضه الدم. هذا جيد. والفواكه كلها، الفواكه كلها ضد الاسيدوزيس. ان الاسيدوزيس كتجي من اللحوم والالبان والسكر. يتوقفوا الناس على هذه الثلاثة هذو، ثم يستهلكوا الفواكه بكثرة. نصل الآن إلى الشيء المهم هو النقرس، لأن الناس كيعرفوا بأن التين مع النقرس مع، أما هذا الليمون الهندي أو البرتقال الهندي أو الجري فروت، هذا يزيل النقرس، هذا يذيب حمض اليوريك المتبلور يعني في المفاصل، لكي يسبب آلام في المفاصل، هو يزيل النقرس. ولكن يتوقف الناس أولا عن استهلاك المواد الحيوانية، ثم يستهلكون الفواكه. الناس يعرفوا هذا النقرس لاقوت لاقوت لاقوت. نعم، كل الفواكه الحامضة، الكرز والمزاح، هذه يعني حب الملوك، هي جيدة للنقرس. ولكن يبقى الميزة هما فاكهتان اكثر من التين، لان الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم جاء في التين، ولكن التين طري هو اللي يزيل النقرس. التين طري اللي مازال بالحليب، هذاك اللاتكس فيه يعني من الشجره. يعني اما كاين فاكهتان هما اللي يعني تذيب هذه الحمض اليوريك الموجود في المواد. فاكهه جوج، الكرز حب الملوك، والجري فروت هذا البومبلوموس، هذا بسرعه يعني يذيب بسرعه. ويلاحظوا، غادي يلاحظوا الناس اللي عندهم امراض اللي بداوا ياكلوا البومبلوموس تقريبا حبتين ثلاثه اربعه ان شاء الله. لا عنده، لا كان انسان ميسور يشري صندوق واثنين ياكل هو وولاده هو واطفاله، بالعكس يديروا عصير. غادي يلاحظوا على، غادي يلاحظوا طونيس، غادي يلاحظوا ان العضلات ديالهم غادي تولي جيده، غادي يلاحظوا النوم ديالهم غادي يولي جيد، وغادي يلاحظوا كذلك الشهيه، يعني الهضم، يعني سهوله الهضم. غادي هذه الاشياء في الجسم ديالهم غادي نلاحظوها يعني فعل. اما الاشاعات كما تفضلت هذه الاخت من الدار البيضاء، نعم بعد قالت اشاعات. نعم، هي كلمه اشاعات يكفي، لكنا نفهموا اللغه العربيه يعني. يعني هذه الاشاعات، هذه الاشياء، ان الحامض يبيض الاسنان، والحامض فاكهه جيده ياكلها الناس، يحفظ من الامراض ولكن لا يعالج الامراض. باش ناكلوها بالقشره ديالها، يحفظ من الامراض ولكن لا يعالج الامراض، باش ندقوا في التعبير. نعم، يعني المشاكل، المشكل ديالنا الان مع الاشاعات ومع الانترنت هو ان تتلقى يعالج. نعم، هذه حتى كلمه شويه قويه. الدكان ديالو كيكتب واحد الفليتيكات، كيكتب على ذاك العلف كي تعالج. نعم، هذه كلمه تعالج لا كذب. هو لان الطب الاسلامي والطب العربي فيه الطب الوقائي. نعم، لا نصل الى المرض. اذا وصلنا الى المرض فيجب ان نعيد الجسم الى اصله، ان نعيد الجسم الى طبيعته. هذا هو الاساس في يعني في العلاج وفي التعامل مع الامراض. فالحامض يمنع السرطان ولكن لا يعالج السرطان. كلمة يعني الناس يفهموه جيدة. لأن حتى في النصوص الأنجلو ساكسونية بالأنجليزية على الخصوص، كاين الناس اللي كيترجموا هذاك النص اللي كيترجعوا لي. علاش؟ لأن بالأنجليزية avoiding و prevent ماشي هي يعالج أو يزيل. يعني هنا خاص الناس يفهموه، من اللي ترجموا واحد النص من لغة يعرفوا، خاص يكون الباحث هو اللي ترجم النص، ماشي شخص قرأ النص. يعني هو خاص الباحث، لانه يتعامل مع هذه السياقات ديال البحث والسياقات العلميه، كيتعامل معها كباحث، يعرف اين نضع هذه الكلمات. لان احنا في البحث ملي كنحروا واحد البحث نبغوا نشروه عالميا ودوليا، ما كنجزموش، ما كنديروش تعبير مطلق،
نقولوا هاد الحاجه تعالج. ديما كندخلوا الكونديسيونيل كنقولوا بروبابلي ولا الموست بوسيبل ولا حاجه هكا باش ما نكونوش جازمين، يعني باش نبقاو دائما متحفظين. علاش؟ لان العلوم متحركه، العلوم غير ثابته، ليست مطلقه. يعني دائما كيكون نعم باش الى باحث اخر عمل بحث نفس البحث والقاء احسن نتيجة اخرى. نعم يكون هذه يكون مقارنه النتائج وتكامل النتائج، لان العلماء كيف ما كان الحل البحث العلمي وفي تكامل. نعم مفيش تناقض، مفيش تناقض، يعني العلم لا حدود له، 0.1 من طاقه التناقض، ولكن ليس ماهيش تناقض. يعني غير باحث مثلا في كوريا اللي كيخدم كيبحث حول البطاطا الحلوه، نعم، ماشي هو الباحث في المغرب ولا الباحث في كندا. نعم يعني لعليا، لان مش نفس المجتمع نفس العادات. على اي كيف ما كان الحال، كاين حتى الانواع الكيموتيب، الانواع يعني تتغير، مش الزعتر الموجود في اليونان. نعم هو الزعتر الموجود في المغرب، يعني المكونات تبقى هي ولكن ليس 100% الاشياء والملاحظات. ولذلك هذه الفواكه اللي تكلمنا عليها الحامض، ويعني انا يعني ارجح نصائح لهذا الليمون الهندي، هذا الجريفراوت بومبلوموس، يعني لان المستهلك، نحن بلد منتج نصدر البومبلوموس، والمستهلك المغربي لا يعرف، ولا كيشوفه في السوق ربما كيجي غريب، تجي واحد الليمون كبير بيض لا 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 شي صح، كيجي غريب. فهذا يعني هذا نعم كتجي غريب فعلا، حيت لان ماشي حنا يعني غالبيه المغاربه ما كيستعملوش. شوف حتى في المطاعم، نعم المطاعم الان يساهمون الان في تدويب الثقافه الغذائيه المغربيه. المغاربه ما كياكلوش الرز، اي مطعم دخلتي تيحط لك السلطه فيها الرز، المغاربه ما كياكلوش الرز، والرز كناكلوه بطريقه اخرى، ماشي في الاردن، ماشي في يعني في كناكلوه بطريقه اخرى. ملي يعني الفواكه اللي كيعطيوك في المطعم ماشي الفواكه مستورده، ماشي الفواكه المحليه، وماشي الفواكه الموسميه. الخضار اللي كيطيبوا لك هي الخضار اللي سهله بالنسبه لهم هما، كتجي مسهله، ماشي الخضر. يعني ما تدخلش ما تنتظريش تدخل للمطعم وغادي تلقاي الملوخيه الباميه وغادي تلقاي القرعه الحرشه ولا شي حاجه، يعني لا تنتظري. فيجب ان تكون ثقافتنا الغذائيه المواطن والمستهلك هو الذي يلزم الصانع ويلزم صاحب المطعم، تكون مغربيه ماشي هو اللي نعم. فيجب على الناس المستهلك ان يطلب فواكه محليه. من يدخل المطعم يقول لي بغيت بومبلوموس في الديسير، هكذا خص تمشي الامور. وفي الوقت المزاح نقول لي بغيت المزاح. الى حد الان ما عمرني شفت شي مطعم حاط المزاح في الديسير، الى حد الان. يعني انا شفت المطاعم بكثره ولكن المزاح ما كيحطوش. الفراوله كيزوقوا بها، كيحطوا ثلاثه الحبات، والمزاح ما كاينش. الكراز ما كيحطوش قليل، يعني الكراز المزاح عنده واحد الوقت. نعم عنده الوقت ديالو، ولا سميناه في المغرب المزاح. نعم لانه كيخرج بسرعه، كنقولوا بحال الشجره بحال كتمزح معنا. نعم يعني كيخرج بسرعه وكينقرض بسرعه، المزاح ما كيبقاش. لان علاش؟ لانه هو غني بالانزيمات، هو اكثر من الخوخ، هو تيفسد بسرعه اكثر من الخوخ. نعم هو حب الملوك، يعني حتى الكرز، جميع الفواكه اللي كتفسد بسرعه هي فواكه فيها انزيمات قويه، وهي الفواكه الجيده. نعم هي اللي علاش؟ لان مصدر الانزيمات، والانزيمات هما المشكل الغذائي الان. نعم مش الطاقة، مش السعرات الحرارية. فالمستوى اللي وصل له يعني البحث المغربي يعني في جميع الميادين هو مستوى جيد. نعم يبقى التطبيق. نعم ويبقى نشر هذه الأشياء، فنحن ننشر في بعدا على الأقل هذه النافذة بعد الحمد لله. المواطن المغربي كتوصلوا معلومات عبر هذه النافذة وهذا المنبر هذا. نعم يعني عبر إذاعة محمد السادس القرآن الكريم، ولكن خص يكون نشر، وخص يكون هذا. لماذا تكلمت عن تغذية المرأة، الفرق بين تغذية المرأة وتغذية نعم الرجل؟ نعم تكلمت عليها، نعم في نعم حلقة. نعم لا أحد كان يبالي بها ولا أحد يعني. فهناك فريق هولندي، راه كنت قلتها في الحلقة، نعم فريق هولندي عمل بحث، نعم وجابوه للتلفزيون وعطاه جائزة ونوهوا به، والنتائج ديال نشروها في الجرائد وفي الإذاعة والمسائل باش الهولنديين يتبعوا هذاك. نعم وهذاك الفريق توصل ستة نقاط، أنا أعطيت 10 نقاط في تغذية المرأة، بما في ذلك الأكل في الليل. نعم حتى الرجل ممكن ياكل في الليل، المرأة ممنوع لا منع عن كل ديال الأكل في الليل. سبحان الله هذا. حتى الرجل ممكن ياكل شوية في حالة القلق، ممكن المرأة في حالة القلق ممنوع لها الأكل منعا كل ديال. نعم المرأة طبيعتها نباتية إذا أكلت اللحوم، لأن فيها عند دهون أكثر من اللحم. نعم هذه النقاط كلها
يعني اللي تكلمت عليها في الحلقه وهي اللي كتبت عليها في التسعينيات وكل شيء. دكتور اذا سمحتي غادي نقاطعك، هناك سؤال عبر الفيسبوك، تقول السيده هل ممكن ان نجمع بين الحامض في الاكل مع الشاي؟ مثلا السمك بالحامض ونشرب معه شاي. ليس هناك اي مشكل. يعني ما عندناش احنا في التجانس الغذائي، ليس عندنا مشكل في النبات، ليس عندنا مشكل في الديانات الاخرى. في الديانات الاخرى عندهم عدم تجانس المواد الحيوانيه. نعم. بحال مثلا في الديانه اليهوديه نجد انهم لا ياكلون مادتين من مصدر حيواني. نعم. بحال اللحم والحليب ولا الحوت والبيض ولا الدجاج ولا هذا ولا حاجه يعني. نعم. نعم. عندهم اشياء اخرى، اما في الاسلام في ديانتنا في ديانتنا ما عندناش مشكل ديال منع ماده مع ماده ابدا الا الحرام. نعم. اما ما عدا الحرام فكل الاشياء عندنا احنا في الديانه الاسلاميه كاش مشكل، حتى من الناحيه الطبيه يعني حتى من الناحيه الطبيه ليس هناك اي مشكل ان الحامض مع السمك ولا مع الخضر ولا مع السلطات ويشرب معه شاي ولا حتى الحامض في البراد ديال الاتاي ليس هناك مشكل. جيد. نعم جيد. اذا دكتور اذا سمحتي سنحرر المكالمه على الخط. الو السلام عليكم. الاسم الكريم. معكم زينب من مدينة سلا. اهلا زينب من مدينة سلا، تفضلي. تشكركم استاذة لطيفة على البرنامج القيم وكذا الدكتور جليل على مداخلته القيمة وبرامجه القيمة، واتمنى لكم المزيد من العطاء. شكرا لك، تفضلي. السؤال هنايا الله يخليكم عندي جوج شقين. نعم. بالنسبه للحوامض يعني البرتقال ولا الحامض كينقسم الى شقين. هناك بنت غنسال في مجال الصناعه الغذائيه. نعم. ومجال الصناعه الدوائيه. نعم. بالنسبه نبداو بالصناعه الدوائيه. نعم. لانه حسب معرفتي المتواضعه انه اذا كان الجسم ديالنا كيقوم بتصنيع الفيتامينات. نعم. مثلا كفيتامين د الذي نستمد من اشعه الشمس، فلماذا لا يتم تصنيع الفيتامين سي من طرف اجسامنا؟ نعم. والسؤال الاهم اللي كنت قريت اللي يمكن لي نطرحه في هذا المجال هو انه قرات في احد الدراسه ان هذا الفيتامين لا يصنع حتى على مستوى الممالي. وقد اكد احد الباحثين انه لا يمكن اطلاقا تصنيع فيتامين سي، فلماذا نجد فيتامين سي على شكل اقراص مكملات غذائيه. نعم. مكملات غذائيه ولا على شكل بودرات يعمل في الوجه. نعم. وفيتامين الفصل الشتاء يتناوله مرضى الزكام. نعم. الشطر الثاني بالنسبه للصناعه الغذائيه، نجد العصائر الطبيعيه، نجد في المتاجر بما يسمى النكتار. نعم. او العصير، وهناك العصير. نعم. وهناك الشراب. نعم. الذي احتك البودره. نعم. وهناك العصير المعد في المنزل. نعم. انا اريد الفرق، نجد يعني في محتوى المحتويات انه يحتوي على فيتامين سي. هل فعلا يحتوي على فيتامين سي؟ لان فيتامين سي يتأكسد مع عامل الحراره، يعني كيف يفسد؟ نعم كيفسد. نعم. كيف هل فعلا هناك فيتامين سي في هذه العصائر سواء ديال الصناعه الغذائيه اللي في هذا او العصائر اللي كنتناولوها في المنزل؟ نعم. اذا شكرا لك الاخت زينب على هذا. نعم جيد. الجسم يفرز فيتامين دي وفيتامين باء، حتى الفيتامين باء على مستوى القولون هناك بكتيريا تفرز فيتامين باء ولكن قليل جدا. نعم. ويفرز الجسم يفرز فيتامين دي. فيتامين دي لا توجد في الطبيعه الا في المواد البحر الا في السمك. نعم. يعني قليل شويه قليل في الحلزون، شيء قليل في الكمعاء، ولكن فيتامين دي هي مصدر الحيوان، هي السمك. نعم. الجسم يمثل او يصنع او يفرز فيتامين دي، ليس هناك اي مشكل. لكن الفيتامين دي التي ينتج الجسم ليست هي الفيتامين دي التي توجد في الاسواق الان في الصيدليات. فالفيتامين دي المصنع لا يشبه الفيتامين دي الموجود في الجسم، لان هناك تكامل للفيتامين دي 2 مع دي 3، هناك كالسيتونين مع كالسيفيرول، هناك اشياء معقده في الجسم لا يمكن ان ناخذ يعني هذه، ولكن الاطباء الان هما يصفون الفيتامين دي 2 وليس دي 3. هذا على فيتامين دي. فيتامين سي لا يصنع في الجسم
لا يصنع في جسمي حكمة ما علمه الله سبحانه وتعالى ولا يمكن أن أجيب. فالذي يجيبك هو الله سبحانه وتعالى، هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. خلق الله هكذا، الله سبحانه وتعالى خلق الجسم لا يمثل فيتامين سي. الفيتامين سي الآن صناعيا نعم يصنع، هو موجود في الأسواق، هو فيتامين سي كيماوي صناعة محضة 100%. كان من قبل يستخرجونه من البرتقال، لكن الآن استهلاك يعني الطلب مع العرض، فالطلب فاق يعني العرض بمئات المرات، ولا يمكن الآن حتى ولو يعني عصرنا البرتقال في العالم لا يمكن أن نخرج نستخرج منه الكمية الآن يعني المطلوبة في السوق، لا يمكن. ولذلك هناك صناعة كيماوية، نعم صناعة كيماوية الفيتامين سي ومصنوع كيماويا يعني بدون أي مشكل، يعني الآن الصناعة الكيماوية تقدمت لدرجات رهيبة جدا بدون أي مشكل، بدون أي مشكل. فهذا من جهة. هذه الأخت تكلمت على العصائر. نعم أنا لا أريد الناس أن يشربوا عصير برتقال، يريدهم أن يأكلوا برتقال. نحن لا نتكلم اليوم عن البرتقال، نتكلم عن ربما الأخت تكون شوية خلطت ما بين البرتقال والبومبلوموس. لا كاين بومبلوموس موجود. نعم، فالليمون الهندي هناك عصير كذلك الليمون الهندي، ولكن كاينش في المغرب. فالليمون الهندي أو البومبلوموس ليس هو البرتقال، يعني هناك فرق يعني. فهذا الفرق في التركيب الكيماوي.